السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. كردستان والعراق على غرار المشهد السياسي المتوتر، انقسامات أمنية ورصاص اغتيالات لكبار الضباط. البحرين إضراب سجناء ومعركة أمعاء خاوية بسبب ظروف الاحتجاز السيئة. حياكم الله مشاهدي الأحبة على وقع المشهد السياسي المتداخل في الإقليم واللي تعلو عليه لغة الانقسام وهوة الخلاف بين أربيل والسليمانية، جاءت المخاطر الأمنية كنتيجة طبيعية، رصاص اغتيال لكبار الضباط في جميع أنحاء مدن الجبال وانشقاقات عسكرية في صفوف قوات البيشمركة التي غلبت عليها الولاءات الحزبية، والسببان كافيان حد الزيادة لأن يضعا مستقبل الإقليم أمام محاذير حقيقية ومستقبل أقل ما يمكن وصفه السير نحو المجهول إذا لم يتدارك الحزبان الحاكمان هناك هذه التحديات ويعيدا صياغة المشهد بما يحفظ الأمن ويبعد الإقليم عن الحافات الحرجة. أما في ملفنا الثاني لحصادنا في هذه الليلة، فلليوم 18 يستمر مئات المعتقلين السياسيين في البحرين بإضرابهم من مفتوح عن الطعام نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة وتضييق الخناق على الحقوق البديهية اللي عرفتها البشرية لمن هم خلف القضبان الحديدية. ورغم أن هذه المنازلة هي معركة أمعاء خاوية، غير أنها وصلت بالثورة الشعبية هناك إلى مرحلة جددت فيها روح الاحتجاج ضد سلطة المنامة. فواقع الحال ليس على ما يرام، إنما ينذر الدخول في مساحة سوء الأوضاع، خاصة بعد تعذر الوصول إلى تحقيق أي تقدم لغاية الآن. ملفان مهمان راح تناولهم في حصادنا لهذه الليلة وناقشهم تباعا مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا بقوا ويانا ومتابعتنا. يشهد إقليم كردستان حالة غير مستقرة بعد ارتفاع وتيرة الاغتيالات لعدد من ضباط البيشمركة وازدياد مؤشرات الولاءات الحزبية في صفوف القوات الأمنية هناك، وهو ما يعني أن الإقليم أمام مخاطر حقيقية إذا لم تعالج المسألة بالسرعة الكافية. نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعدته أن الزميلة نهى الشمري. تتصاعد وتيرة الخلافات بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، ليكشف الغطاء عن حجم هذه الخلافات التي وصلت إلى توقع مرحلة الانشقاقات الفعلية داخل قوة البيشمركة الكردستانية. وبحسب متابعة المراقبين، أن الولاءات الحزبية تتصدر مشهد الانشقاقات التي هددت وحدة هذه القوات المنقسمة بين السليمانية وأربيل، وفي مرحلة متطورة من حدة الخلافات التي سلط الضوء عليها تقرير معهد الشرق الأوسط ليكشف عن مواجهات سابقة بين جانبي القوات الموالية بين البارتي واليكتي. وفي ذات الوقت تعرض باعتداءات متكررة عدد من الضباط في الإقليم للاغتيال في ظل ظروف غامضة، الأمر الذي يطرح التساؤلات عن الأسباب وأهداف تكرار الاغتيالات. أما مؤشرات الخلافات بين الحزبين تبدو واضحة بعد استمرار النزاعات بين القادة الحاكمين هناك، التي ربما تنعكس آثارها المباشرة على الروابط السياسية والاقتصادية وربما حتى الأمنية منها، الأمر الذي يثير مخاوف المراقبين من تحول هذه النزاعات إلى تدخلات خارجية. وفي خضم هذه الخلافات المتواصلة، يرى المراقبون ضرورة إيجاد حل لها قبل الفتك بالعلاقات والمصالح بين الطرفين، وبالتالي تلقي بآثارها السلبية على المواطنين في الإقليم. نهى الشمري، الأيام.
من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وبهذا الملف أرحب بضيفي الكريم انضم معي عبر سكايب من السليمانية الدكتور صابر إسماعيل السياسي المستقل، وكذلك ضيفا كريما في الاستوديو الأستاذ عدنان الكناني الخبير الأمني. أبدأ مع حضرتك دكتور صابر إسماعيل، كان يوصف إقليم كردستان أنه المنطقة المستقرة نسبيا بالمقارنة مع باقي المحافظات، لكن عمليات الاغتيال اللي استهدفت ضباط كبار ومسؤولين في الإقليم هل أخرجته من هذا التوصيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لكم مني تحية ولقناتكم الموقرة ومشاهديها الكرام ولضيفك الكريم. وأنا في أربيل ولست في السليمانية. حياك الله، شكرا للتصحيح أستاذ صابر. نعم، بالنسبة للأوضاع الأمنية، نعم مثل هذه الأوضاع كانت يعني مراقبة حقيقة من قبل يعني السياسيين أو المحللين السياسيين، لأن في أقليم كردستان طبعا السلطة هي تابعة للأحزاب المسلحة من جهة، وداخل كل حزب هناك أجنحة، وهذه الأجنحة أيضا كل جناح يعمل بالجناح الآخر أو على حساب الجناح الآخر، ومثل هذه التصفيات يعني قد تبدا سواء كان في يعني من يعني اعضاء الحزب او القوات الامنيه او القوات العسكريه، ما نحن ما نسميه بالبيشمركة. اذا اخي العزيز، مثل هذه التصفيات الحزبان دائما حتى حينما كانا في يعني الجبل فايضا لهم هذا الدأب، وكانوا يصفون بعض العناصر ممن يخافون منهم او ممن يخافون منهم مثلا ان يحتى مكانه في السلطه او يكون مثلا له تاثير على مثلا سلطته او توجيهاته او توصياته او سرقه اموال الشعب والى اخره. فاذا مساله استقرار الامن، طبعا الامن يعني بالنسبه ل يعني اشخاص من يعني يعارض السلطه حقيقه غير موجود، وخير دليل على ذلك لان اذا اراد جماعه ان يقوموا بتظاهره مثلا نجد ان المحافظه لا تسمح لهم، اي لا تعطيهم الاجازه، فاذا مثلا تظاهروا فاعتيادي آنذاك يتواجهون الاعتقال والضرب وإلى آخره. فإذا مسألة هذا النوع من الأمن حقيقة غير موجود. إذا هذا طبعا من الناحية الأمنية، وإذا يعني ذهبنا بعيدا عن ذلك من الناحية العسكرية فأيضا يعني الأقليم غير مستقر، باعتبار أن يعني يوميا الطيارات بدون الطيار تقصف مثلا السيارات بحجة أنها لحزب العمال الكردستاني، وكل ذلك يعود إلى أن أنا بكل صراحة أقول إلى أن العراق الدولة العراقية لحد الآن من 2013 ولحد الآن لم تستطع أن تنفذ يعني ما المادة الأولى من الدستور العراقي، أي أن لها سيادة كاملة على أراضيها. فإذا الآن نجد القوات التركية في بعض يعني المناطق في الأقليم، فإذا الجيش العراقي لا يستطيع مثلا أن يعود إلى أبعد حدود. المفروض الجيش العراقي يعود ولها مخابراتها واستخباراتها، ودائما تنقل الأخبار حول الحدود، ونحن أيضا يجب أن نحترم يعني الحدود الدولية، نحترم الدول الجوار، وعلى الدول الجوار أيضا بالمقابل أن تحترمون يعني الشعب العراقي والسيادة العراقية. طيب دعني أرحب مجددا بالأستاذ عدنان الكناني الخبير الأمني، حياك الله أستاذ عدنان ضيفا كريما في الأستوديو. ويتفضل الدكتور صابر إسماعيل من أربيل بهذه التوصيفات حول الوضع الأمني في إقليم كردستان، وهنا أسأل جنابك عن أسباب تنامي هاي الظاهرة. يعني لما يكون مؤشر أمني بصورة جنائية، هل هو هذا التوصيف الأمني أم هو تصفية سياسية وحزبية؟ وهل كان الخلاف بين الحزبين الحاكمين أساس في تنامي هذه الحالات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أستاذ أحمد، وحيا الله جمهورك الكريم، وحيا الله ضيفك الكريم من كردستان العراق. حياك الله. الحقيقة التصنيفات الإجرامية اليوم تصنف كالآتي، يعني حادث جنائي، والحادث الجنائي أيضا بفروع، يعني حادث ما تصفية، يا أما قضايا اقتصادية، يا أما غسل عار، يا أما مشاكل، فبالتالي هو حادث جنائي، يعني ما له علاقة لا بالسياسة ولا بالإرهاب ولا بالعمل المخابراتي. والحادث الآخر يسمى حادث إرهابي. نعم. مجاميع إرهابية تحاول العبث بأمن العراق، لذلك تقوم بتصفية
بعض الشخصيات على حساب الوطن لتحقيق غايات معينة لتمهد وممكن أن توسع العمليات الإجرامية. نعم. وتعطيها واسع يعني مساحة أكبر وصدى أقوى وتؤثر على الأمن في البلد. وكذلك هنالك حوادث سياسية، يعني هنالك تصفيات سياسية تنفذ بأيدي مجرمين، سواء كان مجرمين ممكن يعني مجرمين ينفذون جرائم جنائية أو جرائم إرهابية أو أي جريمة كانت، لكن سياسيين لديهم بعض الشبكات التي ممكن أن تنفذ لهم بعض العمليات الإجرامية. والحادث الآخر هو حادث مخابراتي، دول لديها أجندة وأجنحة مخابراتية ولديها فرق تكتيكية وفرق موت ربما أتوا بهم من بلدانهم أو جندوا من الداخل، لذلك يقومون ويؤدون واجبات تخدم مصالح مخابراتية ربما هدفها إشعال فتيل فتنة سياسية أو زعزعة الأمن والاستقرار أو اختلاق أزمة دبلوماسية أو أزمة سياسية بالبلد. لذلك هكذا تقريبا نوعا ما تصنف الحوادث. وما حدث في كردستان العراق أكثر من جريمة اختالوا به الضباط، وآخرها اختيل أو قتل عقيد من كردستان العراق، وبالتالي كان هو قريب من المطار وتبين أن الحادث هو مضروب في ساقه ونقل المستشفى، وقبل وصوله للمستشفى كان مصاب بنزيف توافاه الأجل وانتقل على رحمة الله تعالى. لكن أقول في تحقيق الأدلة الجنائية اتضح أن هذا الحادث هو مختلق، يعني المغفور له بعض المؤشرات تشير هو الذي قام بهذا الفعل، ربما لديه مشاكل سياسية أو ربما لديه مشاكل في عمله أو ربما له غايات معينة. لذلك بتقرير الأدلة الجنائية تبين أن الإطلاق من الداخل إلى الخارج، يعني داخل العجلة ومن بندقية كلاشينكوف، والبندقية اكتشفت أنها موجودة في عجلة المحفور له. لذلك تقرير الأدلة الجنائية كان يقول أنه ربما الحادث مفتعل، ونقول أنه العمل ليس عملية إرهابية ولا عملية سياسية ولا هنالك من يحاول العبث بين الحزبين الكرديين في سليمانية وفي أربيل، لأنهم أخوة في الدم وبالتالي يربطهم مصير ويربطهم وطن وتربطهم قضية، وبالتالي هم أكبر من أن يذهبوا بهكذا اتجاه. طيب. نأمل من كل ساسة العراق أن يذهبوا باتجاه الحلول الدبلوماسية لتصفية وتذليل الحسابات وتذبيل وتذويب الجبال الجليدية التي وضعت فيما بينهم، هدفها هو أبقاء العراقي بعيد عن أخاه العراقي، لأنه كاتف العراقيون فبالتالي لا وجود لعميل أو مندس أو جاسوس بين صفوفنا. لذلك بعض الجهات تحاول إبقاء العراقيون متناحرين فيما بينهم لأهداف ربما آنية أو مستقبلية. طيب هنا دكتور صابر، يعني هذا الموضوع اللي يثيره الأستاذ الكناني يقودنا إلى تساؤل، يعني هل هنالك يعني كما يتحدث البعض أن مناطق الفراغ الأمني بين القوات الكردية والاتحادية هي من شكلت هذه الخواصر الرخوة، ونجحت الجماعات المسلحة في التسلل إلى مدن الإقليم وتنفيذ هذه العمليات، مدى واقعية أن المستهدف من خارج حدود الإقليم؟ نعم، بالنسبة لي يعني الفجوة الموجودة بين الأقليم وبين العراق وحكومة المركز، أنا لا أظن أن يعني قوات الدواعش يعني تستطيع أن يعني تدخل إلى يعني مناطق الأقليم، لأن مثل هذه التصفيات أنا قلت كانت موجودة يعني لدى الحزبين، أولا بين الحزبين وطارة أخرى داخل الحزب نفسه ولأسباب كثيرة جدا، وناهيك عن أسباب أخرى عن قتل مثلا الصحفيين وكل من مثلا هم يرونه أنه خطر على حزبه أو خطر على رئيسهم أو خطر على مثلا مصالحهم المادية، هذه هي الحقائق. أما مسألة يعني من يدخل إلى الأقليم لتنفيذ هذه العمليات، لحد الآن نحن طبعا لم نسمح بذلك، وإنما قد يجوز حينما أقول قد يجوز لمثلا وجود العناصر مثلا التركية والإيرانية في المنطقة، وربما أيضا هذه العناصر إذا أرادوا باعتبار أن لإيران طبعا معارضة ولتركيا معارضة مثلا قوية، ولكن نحن نرى أن الاغتيالات بين الاتحاد والوطني، أي من أعضاء الاتحاد وأعضاء مثلا الديمقراطي، وعلى الأكثر الذين مثلا يقتالون
معروفون، أي أنهم إما مثلا كان من حزب الديمقراطي تحول إلى الاتحاد، أو من الاتحاد تحول إلى الديمقراطي، أو ربما مثلا وقف بوجه مثلا رئيسه أو حزبه وإلى آخره. أما مسألة الدواعش فأنا دائما أقول ما دام هناك الحشد الشعب البطل فهذا الجيش العقائدي كاف لطبعا إنهاء الدواعش إذا مثلا أرادت الدولة العراقية لإنهائها بكل صراحة. أنا أقول لأن الحمد لله لنا قوات طبعا عقيدية إيمانية وقادرة على أن تنفذ العمليات في أي بقعة داخل العراق بل خارج العراق. فإذا مسألة الدواعش يعني مثل حرب العصابات، يعني كم واحد، لا أتصور أن الدواعش تستطيع أن تدخل إلى الأقليم، كما أيضا لا تستطيع أن تدخل إلى كثير من المحافظات في العراق. يشيد الدكتور صابر إسماعيل أستاذ عدنان بدور الحشد الشعبي فضلا عن درجة الأمان يتمتع بها الأقليم وطريق الدخول، وبالتالي يستبعد نظرية وجود الدواعش وضلوعهم في هذه الاغتيالات. ولكن إلى جانب عمليات الاغتيال هنالك انشقاقات عسكرية في قوات البيشمركة، وأيضا حديث قديم أن هذه القوات مقسمة بالتساوي بين الحزبين الرئيسين. ماذا يعني بوجود قوة عسكرية تقسم تبعا للأوزان السياسية؟ شوف أستاذ أحمد عزيزي، بال2003 قدمت أمريكا وكان لديها أهداف استراتيجية واضحة، قسمت العراق بالناحية المكوناتية كرد وسنة وشيعة كمرحلة أولى، ثم ذهبت بأسلوب ناعم وسياسة ناعمة بتقسيم المتقسم، يعني بدأت تحفز الفوارق بين الأخوة الكرد في كردستان العراق سواء كان من الأحزاب الكردية الموجودة في السليمانية أو في أربيل، وغذت بعض المعطيات المتواجدة لأن هنالك بعض المشاكل المختلقة أو ربما مشاكل مصطنعة أو ربما مشاكل حدثت سابقا وكانت تغذى من قبل بعض الجهات المخابراتية كي تبقى هذه الموازنة موجودة. لابد أن يكون هنالك طرفان متناحران لغايات معينة، لأنه إن تم الائتلاف ربما لن يكون هنالك موطء قدم لمن يحاول العبث في أمن العراق. لذلك أبقى الحزبين الكرديين متناحرين فيما بينهم، وهنالك أزمة وفتيل ممكن أن يشتعل في أي لحظة لتبدأ حرب لا سمح الله عراقية عراقية. وكذلك أيضا ذهبوا باتجاه الأخوة السنة واختلقوا مأزمات، ووضحت هذه الأزمات في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد الانتخابات 2020، هنالك بعض المشاكل و 2018 صعودا عفوا المشاكل، لكنه برزت في الآونة الأخيرة، وهنالك مشاكل بين الأنبار وبين صلاح الدين، وهذه المشاكل بدأت تغذى حتى بدأت أصوات واضحة جدا وانشقاقات بين الأحزاب السياسية، وهنالك ماكينة إعلامية تغذي. ولو تابعنا الماكينة الإعلامية وارتباطها سنعرف أنه من له مصلحة بأن يبقى هذه الأحزاب وهذه المشاكل المختلقة بين المكونات العراقية. كذلك إذا رجعنا باتجاه الوسط والجنوب أيضا هنالك من يغذي ومن يحاول إشعال فتيل فتنة بين المكونات الشيعية، وهنالك أيضا مشاكل برزت بين مكونات شيعية، وهنالك مغذيات أيضا وهنالك أماكن إعلامية تغذي هذه المشاكل. لذلك أقول أنه أمريكا قسمت المتقسم وجزأت المتجزئ تمهيدا لتقسيم العراق جغرافيا، ويقسم العراق إلى كانتونات صغيرة متحاربة بينها على أساس عرقي مذهبي طائفي. هذه الحروب التي تسمى وتحدثت عنها أكثر مرة الحروب الصفرية، يعني أمريكا اليوم تحاول دفع العراقيين في أي لحظة هي تريد أن يتقاتلوا فيما بينهم، القاتل والمقتول عراقي، السلاح عراقي، الأرض عراقية، الدماء عراقية، والمستفيد عدو العراق. لذلك نتمنى من الأخوة الساسة في كردستان العراق الحبيبة في محافظاتنا العزيزة الكريمة الأنبار وصلاح الدين وديالة وكركوك، وكذلك في المحافظات التي هي قدمت من التضحيات والدماء وهي مشاريع استشهاد وتضحية للعراقيين، وهي أبناء وهم أبناء الوسط والجنوب والمحافظات الكريمة العزيزة بدون استثناء من بغداد جنوبا باتجاه البصرة في الرحاب. لذلك نأمل من ساسة العراق ومن سياسيين العراق ومن المثقفين العراقيين الأصلاء ومن الشعب العراقي الكريم أن يبعد كل من يحاول اختلاق فتيل فتنة بين المكون العراقي ويغذي مشاكل مختلقة ليس بحقيقية، ويفترض أن نذهب باتجاه القواسم المشتركة بيننا كعراقيين، الوطن والحدود والمصير المشترك
والسيادة المنتهكة للعراقيين والخدمات المنقوصة للعراقيين، وأن نحاول أن ننتقد الأخطاء بطريقة حضارية واضحة جدا لنقوم العملية السياسية أولا، ثم ندفع باتجاه الموظفين أن يؤدوا واجباتهم كما هي، ولا يفترض أن يتهاونوا في سبيل تقديم الخدمات من أجل العراقيين. هذا الحرب يفترض أن تكون اليوم حرب الإعمار، يفترض أن تكون وندعمها ويدعمها الشعب العراقي جميعا. نأمل أن السياسيين العراقيين أن تكون لديهم صحوة ضمير، وبالتالي أيضا يكشفون من يحاول العبث بعقولهم لاختلاق أزمات بين المكونات العراقية. المشكلة اليوم تبدأ عندنا بالسياسيين، وبالتالي تنطلي على البقية والأتباع. لذلك أقول الطبقة السياسية يفترض أن تكون أكثر تحضرا وأكثر عقلانية وأكثر ثقافة، لأنه عدو العراق واضح، والمشاكل هي أصلا ما إلها وجود، مشاكل تافهة ومختلقة، لكنه العبث بعقولنا هو كبير. طيب. لذلك يعني يذهبون من حيث لا يدرون باتجاه اختلاق مشكلة ممكن أن تؤدي إلى مزيد. حتى لو كانت المشاكل موجودة فأيضا الحلول مطروحة. الحلول بسيطة جدا. نعم. أستاذ أحمد، الحلول بسيطة. نعم. جدا، هي فقط أن نضع بين نصب عينا علم العراق وسيادة العراق. نعم. ومصر العراقيين. نعم. ونعمل من أجل أن نوحد العراق. إذا اسمح لي أسأل بها الدكتور صابر، يعني قبل مدة كان هنالك اجتماع بين الاتحاد الوطني والديمقراطي، واحدة من نقاط الاتفاق هي توحيد البيشمركة. يعني دكتور صابر، هل دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ، ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع؟ هذا إذا يعني أقول من المستحيل صحيح، ولكن لا أقول من المستحيل، ولكن من الصعب جدا حقيقة توحيد قوات البيشمركة، لأن دائما للحزب طبعا قواته. الآن الحزب الديمقراطي مثلا حقيقة يعني يعمل أو يفكر كدولة لا كحكومة، وكذلك الاتحادي، وكما وجدنا مثلا في سرقة أموال الشعب وفي السيطرة على المنافذ الحدودية، وكذلك في السيطرة على مثلا المدن. فالتظاهرات مثلا تقوم في شيكاغو، تقوم في يعني في فلسطين، مع العلم هناك يعني الرصاص طبعا تمطر، ولكن نرى أن هذه التظاهرة مثلا لا تحدث في أربيل. ما سبب في ذلك؟ لأن القوات العسكرية الموجودة لدى الحزبين أكثر من 500,000 قوة مسلحة، ما شاء الله، ناتو لا يعني تمتلك هذه القوة. فعجيب، أنا أتعجب كيف العراق مثلا يسمح بذلك، لأن هذه هي طبعا تكاليف على الميزانية العراقية، وتكاليف على يعني حقيقة كل يعني كل شيء. وأيضا كثرة المسلحين يدل على عدم الاستقرار في أي منطقة كان. المهم يعني قوات البيشمركة حقيقة أنا أرى لا تتوحد، لأن لا للاتحاد الثقة بالديمقراطي ولا للديمقراطي الثقة بالاتحادي. فإذا الديمقراطي يخاف من الاتحادي، والاتحادي ولا سيما أن الاتحادي يخاف من الديمقراطي، باعتبار أن رئيس الأقليم من الديمقراطي، رئيس الوزراء من الديمقراطي. إذا من المسؤول عن القيادة العامة للقوات المسلحة؟ رئيس الأقليم ورئيس الوزراء. مجرد وزير يعني البيشمركة يكون من الاتحادي، ووزير البيشمركة نحن وجدنا كيف يعني انسحب من الوزارة، اللي ترك الوزارة على أن كلامه مثلا لا يبعد عنه الشبر، فإذا أوامره لا تبعد عنه شبر ولا تنفذ. فإذا الاتحادي حقيقة ليس لديها أي ثقة بالديمقراطي، فلذلك أنا أقول توحيد هاتين القوتين من الأمور الصعبة جدا، إن لم تكن من الأمور المستحيلة. طيب، تدخل بغداد أستاذ عدنان، ما دام أن هذه الأمور صعبة حسب توصيف الدكتور صابر بين البيشمركة التابعة للحزبين، شلون من الممكن أن تتدخل بغداد وتعالج هذه المسألة؟ الأمر ربما ينسحب نحو الوضع في المحافظات، تعرف أنه درجة الأمان في كردستان عالية جدا، وبالتالي عندما تحدث هكذا خروقات لا سمح الله لربما ينسحب هذا الموضوع إلى المحافظات المجاورة للإقليم، وأيضا نتحدث عن التكلفة المالية، عن الفضائيين في المؤسسة الأمنية للإقليم، مدى تأثيرها على قوة هذه المؤسسة الأمنية. يعني أولا ضيفك الكريم قال صعب لكنه ليس مستحيل، يعني ما قال مستحيل،
لذلك يعني ممكن ان يكون هنالك وئام، والوئام موجود ان شاء الله بين المكون الكردي، لكنه السياسيين هم نفسهم يحاولون ابقاء الوضع غير مستقر. السياسيين يحاولون استثمار قوات البيشمركة اللي هي مسؤولة عن حرس الإقليم لتأمين أمنهم الشخصي وعوائلهم ومقراتهم ومصالحهم. لذلك أقول المهمة الكبيرة ليس على حكومة المركز، وإنما على الشعب العراقي في كردستان العراق. يفترض أن يكون هنالك صوت للشعب العراقي في كردستان العراق، وأن يأخذ حقوقه بالقوة. الحقوق تنتزع ولا ترجع أن تعطى، لا تعطي هبة الحقوق لكنها تنتزع. وعلى شعبنا العراقي في كردستان العراق أن يعي تماما أنه بعض البيوتات تمتلك من المال والخزينة ممكن أن تجعل جميع أخوتنا في كردستان العراق بأغنياء، أغنياء وبدرجة عالية جدا، يعني مو أغنياء متوسطين وما أغنياء، لأنهم مليارات من الدولارات متواجدة في خزائن وربما مخزونة في بيوتات أو في ملاجئ تحت الأرض، أو ربما في كونتينات مغلفة، أو ربما مودعة في مصارف دولية. وحتى الاستثمارات هي الاستثمارات، يعني يحاولون بطريقة أخرى شراء بعض الاستثمارات الخاسرة والمشاريع الغير منتجة في دول أوروبية ودول العالم البعيدة أو القريبة أو المجاورة، وهي مشاريع ربما غير منتجة وتسبب بعض الخسائر لهم. نسمع أحيانا أن تصادر بعض الممتلكات، تغلق بعض الحسابات، فبالتالي تفرض بعض الضرائب وكميات كبيرة من الضرائب، سيارات فارهة لا حاجة لهم بها، قصور وشاليهات وحتى لم يسكنوها أصلا يعني، ويخوت موجودة بعرض البحر مزروعة. لذلك أقول المهمة الرئيسية هي على شعبنا العراقي في كردستان العراق. حكومة المركز إذا تدخلت ربما ستأتي نتائج عكسية، ربما ستكون هنالك فجوة والقرار اليوم لدى الناس المتنفذين في كردستان العراق. وحكومة المركز لا تريد أن تختلق مشكلة بين السياسيين في كردستان العراق وبين حكومة المركز كي لا تخسر شعبنا العراقي في كردستان العراق. الشعب العراقي في كردستان العراق عزيز علينا وناس كرماء، وبالتالي هم أبناء العراق الأصلاء، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لذلك يفترض أن نكون حريصين على أمنهم وعلى سلامتهم وعلى أرزاقهم، والأرزاق هي بمستوى مثل ما يقال أنه قطع العناق ولا قطع الأرزاق. لذلك أقول واجب الحكومة أن تحافظ على أمن وسلامة أخوتنا وأبناء العراق من كردستان العراق. وأيضا لا يفترض أن تخسر الحكومة المتنفذة التي انتخبت من كردستان العراق، من الشعب العراقي في كردستان العراق. نأمل أن تكون الثورة البنفسجية ثورة صح وتعدل المسار الصح، ويكون هنالك أناس من شعب العراقي في كردستان العراق هم أهل لكي يتبوأوا مناصب مهمة ليقودوا العراق إلى بر الأمان. ونتحدث عن العراقيين في كردستان العراق، والعراق وكردستان هي جزء من العراق، وبالتالي حينما يكون هنالك نمو وتطور وازدهار وراحة لأبناء العراق في كردستان العراق، هذا سيعم على العراق العراقيين جميعا. وإن لا سمح الله حدث العكس، فبالتالي أيضا سينعكس على بقية المحافظات. لذلك مصير الأخوة في كردستان العراق هو مرتبط ومرهون بمصير العراقيين في كل بقاع الأرض العراقية، وإن شاء الله سنكون أمناء وحريصين على حقوقهم، لكنه نرجو منهم أن يتحركوا هم باتجاه الأمام، لا يراوحوا في أماكنهم، وبالتالي ينتظرون أن تأتي صاعقة من السماء لتنقذهم من بعض الفاسدين الذين يتلاعبون بأرزاقهم. أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عدنان الكناني الخبير الأمني، والشكر الموفور لحضرتك الدكتور صابر إسماعيل السياسي المستقل انضم معنا عبر سكايب من أربيل. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. البحرين، إضراب سجناء ومعركة أمعاء خاوية بسبب ظروف الاحتجاز السيء.
حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور هاشم الكندي رئيس مركز النبأ للدراسات الاستراتيجية. حياك الله ضيفا كريما في الاستوديو دكتور هاشم. وكذلك ينضم معي عبر سكايب الدكتور إبراهيم العرادي رئيس المكتب السياسي لائتلاف ثورة 14 من فبراير. أبدأ مع حضرتك دكتور إبراهيم، لماذا وصلت الثورة الشعبية في البحرين إلى هذه النقطة من الاشتباك، يعني إضراب سجناء وأمعاء خاوية، معركة أمعاء، هل هو تصعيد أم أن الحالة التي يعاني منها السجناء ومعتقلو الرأي أصبحت لا تطاق؟ تحية لك أخي الكريم والضيف العزيز والسادة المشاهدين الأكارم. الظلم في البحرين بات لا يطاق، حالة الغضب وحالة الألم وحالة الحزن وحالة منتظر عند الأهالي باتت لا تحتمل. أدرك الشعب البحريني اليوم وأدركوا عوائل المعتقلين والمهجرين أو هؤلاء الذين هم في السجون، يعني لليوم 18 مضربون على الطعام، هؤلاء أدركوا مع رموزهم وأدرك شعب البحرين أن نظام آل خليفة يريد أن يبقيهم ورقة ابتزاز للمعارضة للشعب لأي جهة تحاول أن تتوسط لحل الأزمة البحرينية، بل بات النظام أو القرار أتى من النظام بقتل هؤلاء جميعا بسياسة القتل البطيء. اليوم عندما تشاهد معذب مرتزق مجنس وظيفته معذب شرطي أو ضابط برتبة معذب، هذا مرتزق، هذا أجاء يقبض راتبه على أكبر عدد من التعذيب والإهانات التي يمارس يعني يوجهها ضد معتقلين الرأي السياسيين. اليوم عندنا الحاج محمد الرامي، رجل 60 في العمر وعنده أمراض مسالك البولية وعنده مشاكل صحية، قبل أن يعني نظهر مباشرة معكم على القناة أرسل رسالة استغاثة بأنه تعرض للضرب من قبل مجنسين مرتزقة شرطة وضباط لأنه يريدون منهم غصبا عليه أن يفك إضرابه عن الطعام وتعرضوا إليه بالضرب. حالة القهر التي يعيشها الشعب البحريني الآن تشبه بالبحرين كحالة التي كان يعيشها العراقيين في سجن أبو غريب الأمريكي. سجن جو المركزي في البحرين لا يقل قسوة ووحشية عن السجن الأمريكي سجن أبو غريب. جميع الانتهاكات حدثت فيه، اغتصابات، قتل، تعديات، شتم للمذهب الجعفري، منع من ممارسة الطقوس الدينية، حرمان الأهالي وحرمان هؤلاء المعتقلين من أن يقابلوا أهاليهم إلا بعد الإهانات الطويلة عبر زجاج، عبر حاجز زجاجي. اليوم هذا الجيل اليوم سواء من رموز أو من شباب يافعين قرروا أن يواصلوا إضرابهم لليوم 18 على التوالي وسط هذا العالم الذي هو نعم قسم منه متواطئ مع حكام الخليفة، بل بات أكثر. اليوم عندنا نواب معينون بعضهم يحملون صفة نائب شيعي وكالمدعو هذا المعذب المجرم عبد النبي سلمان الذي هو يحاول أن يتمادى مع النظام لأن النظام هو الذي عينه، لم ينتخبه شعب البحرين، وهذه لعبة من ألاعيب آل خليفة. طيب، ما حبيت أن أقوله على قناة الأيام اليوم كبحراني، كطبيب، كمدير مكتب سياسي لائتلاف 14 فبراير، كبحراني مهجر مسقطة جنسيته، كرجل عندي أهالي ونسبة وأهلي هم موجودون في السجون وناس في حتى سن أولادي هم الآن مضربون عن الطعام، هم أطفال، أريد أن أقول عبر القناة على جميع حكومات العربية وأي حكومات غربية أن تتدخل لوقف المجزرة التي تحدث الآن في سجون البحرين. طيب، لأن حكام آل خليفة يريدوا أن يخفوا كل آثار هذا التعذيب عبر شبكة علاقات دولية كاذبة وعبر إعلام فاجر وعبر صحف صفراء. طيب دكتور هاشم، يتفضل الدكتور العرادي بهذه التفاصيل، حتى الأطفال وأبناء الدكتور وغيرهم من خارج السجون أيضا شاركوا المعتقلين بالإضراب عن الطعام. نتحدث عن 18 يوم من الإضراب، ليش تمتنع السلطات المنامة للاستجابة لمطالب سجناء الرأي؟ هل يعني تخليه ضمن مساحة الخشية من تفسير أنه بداية الخضوع للمطالب الحقة، أم أن لديها يعني من خلال التتبع والمراقبة نرى بأن هنالك تشابه في الإجراءات بين سجون البحرين
وسجون الاحتلال كما أشار الضيف الكريم مقارنة مع سجن أبو غريب، وصول الأمر لهذا الحد ماذا يعني برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أستاذ أحمد ولضيفكم الكريم وإلى مشاهديكم. لعل ما ارتكب من جريمة ومن قهر ومن استبداد على الشعب البحريني لم يرتكب في أي مكان آخر، ولربما حتى ما يجري من قبل السلطات الصهيونية على شعبنا الفلسطيني لربما فيه جوانب فاقها نظام الخليفة. قبل كل شيء وبعد كل شيء، الآن البحرين هي في ظل الاحتلال السعودي، والخليفة هم أدوات تنفيذية لهذا الاحتلال الذي جثم على صدر الشعب البحريني طيلة هذه السنوات، وقام بوأد الثورة بالتدخل العسكري الذي لا زال مستمرا. وما جرى من إجرام ضد الشعب البحريني لعله أيضا مشابه أو يفوق ما جرى على الشعب اليمني، ولكن لربما في وضعية الشعب اليمني كان هنالك تغطية ونقل للصورة من خلال الإعلام، لكن واحدة من المشاكل الكبرى أنه ثورة الشعب البحريني وأيضا مظلوميته لم تنقل إعلاميا، رغم أن كل ما يدعيه الغرب من حقوق إنسان، من معايير أخلاقية في التعامل مع المعارضين أو المخالفين سياسيا، هي انتهكت بشكل كامل من قبل نظام آل خليفة الذي استعان بالأجهزة القمعية التي كانت موجودة عند نظام الدكتاتوري نظام صدام. المعلومات وبالأرقام تقول أكثر من 5000 من الأجهزة القمعية تم استخدامهم من النظام الخليفي، وأيضا هم جنسوا بالإضافة إلى الجنسيات الأخرى لقمع الشعب البحريني، لقمع الأصلاء وقهرهم بأساليب من القمع. لعل ما ذكره ضيفكم الكريم هو أكثر حتى مما كان يجري في سجن أبو غريب، هي مزيج من الإجرام الذي كانت تمارسه الأجهزة القمعية لسلطة صدام الدكتاتورية مع أساليب ما يمارسه الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين، كلها تذهب إلى كسر الإرادة التي لم تكسر بفضل الله رغم ما عاناه الشعب البحريني. هذه الممارسات الأخيرة هي جزء من رسائل إيصال الصوت، وأيضا في محاولة إيصال المظلومية الشعب البحريني تجاه العالم، وأيضا محاولة كسر هذا الطوق التعتيم. لازلنا جميعا نتحدث عن الجوانب الإنسانية قبل الجوانب الأخرى، جوانب السياسية، جوانب الهوية، جوانب الانتماء. أنا أقول إنسانيا كلنا مقصرون تجاه الشعب البحريني باتجاه ما كشف هذا الإجرام الذي يجري عليه، وتجاه هذا القمع الذي يجري، الإسقاط الجنسيات، تجنيس، طيب، في محاولة تغيير ديموغرافية الشعب البحريني، طيب، هذه كلها لم يستسلم لها الشعب البحريني، ولكنها تحتاج مثل ما كانت أي ثورة لأي شعب، هي تحتاج إلى الدعم من الإنسانية جميعا من الشعوب القريبة والبعيدة لإظهار أوجه هذه الثورة وإظهار المظلومية، حتى يكون لابد أن يكون هذا هنالك ضغط على نظام لكف عن جرائمه كما جرى في أكثر من مكان. وبالتالي هذه التعبيرات التي يقوم بها والرسائل التي يرسلها المعتقلون، وأيضا الذين هم تحت الاعتقال وإن كانوا خارج السجون من أبناء الشعب البحريني، هي رسائل لاستنهاض إنسانية الشعوب جميعا، استنهاض إنسانية الأحرار جميعا ليقفوا مع الشعب البحريني. بالنتيجة أكو تجدد للنزول إلى الشارع والاعتراض على الوضع الإنساني لسجناء الرأي. دكتور إبراهيم، هل مثلت هذه القضية الحقوقية
رافد متجدد للحراك الشعبي في البحرين؟ ولن تنتهي هذه الثورة اليوم، هي أحيت حتى ثورة 14 فبراير، لأن النظام يريد من خلال من هم موجودون في السجون أن يخفي قضية المطالب العامة، ويريد أن يبقيها فقط مسألة مطالبة للإفراج عن معتقلين رأي سياسيين، لكي يكون هذا الهم الأكبر والجهد الأكبر للشعب والحقوقيين وسياسيين وكل الجهات التي تتفاعل مع القضية، مع أن القضية الأصل هي زوال حكام آل خليفة، الظلمة، المتصهين، القتلة الذين أفقروا شعب البحرين. يعني اليوم مشكلتنا الكبيرة أيضا مشكلة اقتصادية كبيرة، أفقر شعب البحرين وكل مدخرات البلد وهبات البلد وغيرها تذهب في جيب حمد بن سلمان. وأيضا عندما تقول هؤلاء المعذبون لا يمكن لهم أن يعذبوا أو يغتصبوا أو يقتلوا أو يهينوا من غير أمر من حمد بن عيسى آل خليفة، حمد هو الآمر. فالقضية البحرينية اليوم بهذا التضامن الشعبي المتماسك مع أبنائنا وأحبتنا وأخوتنا وساتذتنا الرموز الذين هم قسم منهم تجاوز 70 عاما وهو اليوم مشارك في الإضراب عن الطعام، بالتأكيد كل هذا هو قرار شعبي. اليوم عندما نتكلم في ائتلاف 14 فبراير أن الحق الأصيل هو الإفراج عن هؤلاء الأحبة، هؤلاء فقط هم نخبة البحرين، هؤلاء المعتقلين هم خير الشباب البحرين. أتكلم لك عن محمد فخراوي. محمد فخراوي اليوم عندما تتكلم مع أي معتقل في السجن أو يأتينا اتصال يقول انسوني، طالبوا بالإفراج عن محمد فخراوي. محمد فخراوي صار له سنتين الآن معزول عن العالم، لا أحد يعرف عن شيء، وهو بالمناسبة ابن الشهيد كريم فخراوي الذي عذبه النظام وقتله في السجن. فتاريخ آل خليفة هو تاريخ دموي مع شعب البحرين، تاريخ عدائي. هم أساسا أجوهر المشكلة هم لا يعترفون بشعب اسمه شعب البحرين. يعني لا تهان طائفة شيعية في كل العالم كما تهام في البحرين وهي الأكثرية، رموزنا في السجون شيخ عيسى أحمد قاسم الفقيه المجاهد الوالد العزيز مسقط جنسيته ومهجر قصرا من وطنه. فأنت تتعامل عن واقع جدا جدا مزري. واليوم أقول لك بكل صراحة والمهزلة الكبرى أن حكام الخليفة يأتي بضباط فدائي صدام حسين أو الضباط هم النظام الصدامي البعثي ويفاوضون المساجين. يعني هذا الضابط المعذب يفاوض المساجين، يعني هذه المسخرة، وكأن حمد بن عيسى آل خليفة يريد أن يبعد نفسه عن هذه المشكلة وهو يتحمل المسؤولية. يعني عندما تشاهد مواقع التواصل اليوم كل مقاطع صوتية التي تستطيع بصعوبة أن تخرج من السجون كلها تطالب بحقوق الناس الأساسية. عندما تستمع أخي الفاضل إلى كلام كل شاب أو حتى تعرف عندنا دكتور إبراهيم، لما هذه الخطوات خطوات المعتقلين السياسيين اللي يقومون بها حاليا رغم فاعليتها، ولكن هل هي كافية أم لا تزال هنالك خطوات لابد من اتباعها لمزيد من الضغط على النظام، أم أنهم قاموا بأقصى ما بقدرتهم وبقية الإجراءات هي لمن هم خارج السجن؟ سؤالك مهم وقناة الأيام تستحمل صراحتي. شبابنا يعملون بأمعائهم القاوية، ونحن كمهجرون مسقط جنسيتنا وكل بحراني مشتت في الأرض وكل عوائل فقيرة في الداخل قدمت كل ما في وسعها لنصرة هذه الثورة ولأخذ الحقوق، ومؤمنين احنا سنقتلع هذه الحقوق. لكن اليوم المشكلة ليست فقط عند شعب البحرين الذي هو مع القضية الفلسطينية. شعب البحريني عندما يتعرض الشعب العراقي لإهانة او شيء يشوف الشعوب البحر شعب البحريني اول في الفداء معه، وفي المقابل الشعب العراقي الذي حتى هذه اللحظة بإعلامه بشبابه بشباب بغداد بشباب كربلاء بالنجف بكل هؤلاء الشباب المقاوم بحشده يناصرون هذا الشعب المظلوم. ولكن أنت أمام قرار بريطاني، أمام قرار أمريكي، أنت أمام قرار دولي يريد أن يدعم هؤلاء الحكام المستبدين لغرض أن يكونوا وسيلة للتطبيع مع العدو الصهيوني، وهذا الدور الخبيث القذر الذي يعمله حمد بن عيسى آل خليفة. دكتور ما تفضلت به، دعني إذا تسمح أكثر للدكتور هاشم الكندي. أيضا عندنا منظمات دولية دكتور هاشم أبدت قلقها للوضع الإنساني للسجناء، راح تدفع هذه التقارير السلطات المنامة لتغيير سلوكها وتعاملها تجاه سجناء الرأي؟ للأسف هذه المنظمات وإن كانت تصدر بعض البيانات هي أقل ما يقال عنها أنها لرفع العتب أو لذر رماد في العيون، لا توجد خطوات جدية حقيقية لإدانة
الإجرام الذي يمارس والقمع الذي يجري على الشعب البحريني. هذا الأمر أيضا لا ننسى أنه وإن كنا ذكرنا أنه هنالك احتلال سعودي مباشر، ولكن لا ننسى أن هنالك احتلالا أمريكيا وأن هنالك احتلالا بريطانيا بالقواعد وبالقوات، وأيضا ما يراد ويرسم للبحرين أن تكون هي المحطة الأساسية والرئيسية للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي. هذا الأمر لعله برز بشكل واضح في فترة رئاسة ترامب عندما دفع صهره إلى أن يأتي إلى البحرين وعقد مؤتمر، وكانوا يريدون أن يفعلوا صفقة القرن، بل إن التطبيع الذي فرض على البحرين واستجاب له واندفع به ملبيا الخليفة، هو كان يريد أن يجعل من البحرين هذه الواجهة للتطبيع بعيدا عن إرادة الشعب البحريني جميعا. وبالتالي هذه الاحتلالات هي الذي أيضا تضغط على المنظمات، وعندما يتصاعد الإجرام وتصل بعض الأصوات أو بعض الفعاليات تخرج هذه البيانات التي هي لا تستمر وأيضا لا تفعل الإدانات على المستوى الحقيقي، بل أنه حتى الدعم، أنا أتحدث عن مثلا أين الجامعة العربية من مظلومية الشعب في البحرين، أين منظمة المؤتمر الإسلامي، حتى البلدان موقفها إلا ما ندر من بعض البلدان هي لربما مواقف خجولة جدا. وكان أيضا من المفترض أن يرمم النظام البحريني هذه الندوب اللي شكلتها هذه المنظمات الدولية، ولكن مع الأسف حسب توصيف السيد الضيف وتوصيف حضرتك، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبل للدراسات الاستراتيجية، ضيفا كريما في الأستوديو، والدكتور إبراهيم العرادي رئيس المكتب السياسي لائتلاف ثورة 14 فبراير، شكرا جزيلا لانضمامك معنا عبر سكايب. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.